في مستوى آخر، دكتور أحمد، بوارج أمريكية في البحر الأبيض المتوسط تتجه نحو تل أبيب لدعمها، على الأقل أيزنهاور وقوات عسكرية على الميدان، وروسيا موجودة في طرطوس في روسيا. هل تحس روسيا ببعض القلق في هذا المستوى أو لا؟ يعني أولا إحنا بحاجة إلى تفسير هذا ما يمكن تسميته بالهرع الأمريكي بكل هذه الأساطير، يعني وقد يبدو الأمر وكأنه حماس تمتلك أسلحة نووية أو أنها قوة عظمى لتؤدي إلى كل هذا. طبعا الوجود الأمريكي أنا أو تفسيره لا يمكن تفسيره في إطار حماس في حد ذاته، هو له عدة أوجه. أولا الغرب في لحظة ضعف تاريخية وبيشعر بأنه تحول من صانع للحدث إلى رد فعل على الحدث، وهذا الكلام ربما عبر عنه ماكرون في 2019 في اجتماعه الشهير مع السفراء الفرنسيين، عندما تحدث أن الغرب لأول مرة بيفقد هيمنته العالمية منذ ثلاثة قرون. تحدث عن قرن عصر الأنوار الفرنسي، ثم عصر الإمبراطورية البريطانية، ثم عصر الإمبراطورية الأمريكية. فالإمبراطوريات دائما في لحظة الضعف بتكون شديدة العنف، وبيكون لديها ردود أفعال غير محسوبة وغير حكيمة. يعني في مرحلة أفول نجم الإمبراطوريتين الفرنسية والإنجليزية، الرد في حرب السويس عام 1956 لم يكن بحاجة إلى كل هذه الحرب وهذا الرد العنيف للغاية في العدوان الثلاثي، لكن كان في رغبة في إظهار أنه نحن لسنا ضعفاء لشعورهم بأنهم بالفعل أصبحوا ضعفاء. فكانت النتيجة المعروفة بانهيار كلا الإمبراطوريتين بعد هذه الحرب. فالولايات المتحدة الأمريكية تريد إرسال رسالة إلى كل حلفائها، تايوان وغيرها من هذه الدول أو هذه الكيانات، أن إسرائيل التي تمثل باقورة الاستثمار الغربي والأمريكي في العالم كله لا يمكن أن نتركها بمفرد. الجانب الآخر رسالة لكل الأطراف أننا ما زلنا فاعلون ونحن من نصنع الحدث وقادرين على التحكم فيه. الرسالة الثالثة هي رسالة لليهود داخل إسرائيل وحول العالم، إنه دولتكم التي أنشأناها ودعمناها وقدمنا لها كل ما تريد لكي تبقى وتصبح هي الأقوى في هذه المنطقة فشلت في الدفاع عنكم، وفشلها في الدفاع عنكم لا يعني أننا سنترككم لتلقوا مصيركم منفردين، لا، حتى لو دولتكم فشلت في الدفاع عنكم سنأتي للدفاع عنكم بأنفسنا بكل أساطيرنا وبكل قوتنا. الهدف الرابع والأخير هو رسالة إلى إيران ومحورها بأنه أي تدخل في هذا الصراع سيؤدي إلى رد أمريكي مباشر. فهذا هو التصور أو ما أعتقد أنه هو التصور الأمريكي الكامل. طيب على الجانب الآخر بالنسبة إلى روسيا، الموضوع ملتبس بالنسبة لروسيا. يعني من جانب روسيا بتشعر بالارتياح لهذا الانخراط الأمريكي والغربي في هذا الصراع، لأنه أولا أنت النهاردة كل هذا الزخم الإعلامي والاستنزاف الدبلوماسي للمصداقية الغربية والمصداقية الإعلامية، بدلا من أنه كان متجه بالكامل ضد روسيا وفي تغطية الحرب الأوكرانية، تحول الآن إلى الشرق الأوسط. فهذا الأمر بيخفف عبء ضخم جدا على روسيا. على جانب آخر روسيا بتأمل أنه هذا الصراع لو طال وفشلت إسرائيل في المرحلة الأولية من الغزو البري ووصولا إلى توسعه، فبالضرورة سيؤدي ذلك إلى خصم الكثير من الدعم الذاهب إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى أنه إحنا داخلين على موسم الشتاء، وبتأمل روسيا أنه هذا الشتاء سيكون شتاء بارد، وستعاني أوروبا من أزمات في الطاقة وأزمات اقتصادية مع قرب يعني الانتخابات في عدة بلدان أوروبية وفي الولايات المتحدة، فهذا الأمر سيؤدي لتفكك الموقف الغربي. لكن على الجانب الآخر أيضا هي بتشعر أنه ربما كما تفضلت هذا الوجود بجانب وجودها في طرطوس وفي حميميم في سوريا ربما يكون مهدد لها، وربما انتصار أمريكا أو انتصار إسرائيل في هذه الحرب يعيد أمريكا إلى صدارة المشهد في الشرق الأوسط بعد تراجعها. ويمكن أن نفهم من هذا التوازن اللي بتصنعه روسيا من خلال علاقتها مع إيران عبر الهجمات اللي بتقوم بيها بعض الحركات الموالية لإيران، سواء الحشد الشعبي وبعض الفصائل في العراق أو في سوريا، من باب التلويح للطرف الأمريكي أننا قادرون أيضا لو تعرضتم إلينا أو لوجودنا في سوريا إلى إزعاجكم في أماكن تواجدكم في سوريا والعراق. فهي المعادلة بتحاول أنها تديرها من خلال هذا الأمر بالتوازي.